في 31 من أيار يتوقف تقديم طلبات الاستفادة من برنامج مساعدات أكثر الأسر اللبنانية فقراً، بعدما بدأ التسجيل عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في بداية العام. وحتى الآن جرى إحصاء 640 ألف طلب استفادة، رقم كبير جدا بالنسبة إلى عدد المستفيدين الذي قد يصل إلى نحو 50 ألفا، وتطمح الوزارة إلى جعله 70 ألفا أواخر العام إذا توافر الدعم الدولي لذلك. وعليه وبعد إقفال موقع التقدم بالطلبات ستبدأ عملية تقييم لكل طلب على حدة لاختيار الأسر التي ينطبق عليها معيار الأكثر فقرا. وحكما حتى نصل إلى هذا الرقم المنشود أي 70 ألف عائلة، يجب علينا أن ندقق في الاستمارات وأن نقوم بزيارات المنزلية عبر العمال الاجتماعيين التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية. هذا الأمر يحتم علينا تنظيف هذه الداتا الموجودة في وزارة الشؤون والخروج بداتا جاهزة للاستعمال ولزيارات المنزلية. ولذلك قمنا بإطلاق منصة عبر موقع البرنامج، وسنغلق هذه المنصة في 31/5 لنتيح المجال أمام تنظيف هذه الداتابيس والانطلاق نحو الزيارات المنزلية المكثفة في القريب العاجل. يقدم هذا البرنامج مساعدة مالية لتوفير الغذاء قيمتها 100 ألف ليرة للفرد الواحد ضمن الأسرة، وتكون بحدها الأقصى لستة أفراد أي 600 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن هذا البرنامج يختلف عن برنامج قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار والذي سيكون له منصة أخرى للتسجيل فيه والاستفادة منه. إذن يجب أن نفصل بين البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا ومشروع البنك الدولي يلي بيحتاج الموافقة النهائية من الفرع الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن. وإلى حين الحصول على هذه الموافقة على الاتفاقية سنقوم بإطلاق حملة إعلامية وطنية شاملة من أجل إتاحة المجال أمام كل المواطنين لتقديم الطلبات إلى هذا البرنامج الجديد. وأكيد منطمن اللبنانيين أنه هذه البرامج ستتكامل فيما بينها حتى نقدر ننشئ شبكة حماية اجتماعية للمواطن الفقير في لبنان. ومعلومة خاصة للجديد أنه في إجماع شبه عام لدفع الأموال المخصصة لقرض البنك الدولي ولبرنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً للمواطنين اللبنانيين بالدولار، الآن بالليرة، بس في موضوع أنه رح يتم التغيير إلى الدفع بالدولار إن شاء الله. كل ما سبق يبقى في إطار خطط مساعدة الأكثر فقرا لا الفقراء، أي أكثر من نصف الشعب اللبناني. هؤلاء ستكون البطاقة التمويلية خشبة خلاصهم الوحيدة في ظل استمرار الانهيار. نعيم برجاوي، قناة الجديد.